وقت تعطوا هدية مصنوعة يدوياً لحدا بتحبوه بتكون هدية مميزة. من فترة قصيرة عطيوني علبة بتجنن لرش الزيت وهن درجين كتير هالفترة، وقلت لحالي أنا فيني أعملها كمان. بستعمل أنينة أو مزهرية من الطراز القديم وبحط عطر فريد من نوعه، بفتكر إن أحلى هدية لحيا لحدا من رفقاتكن. فخلونا نعمل الأساس يلي هو خليط الزيت للرش بنكهة المندرين الشرقي. ولهالخليط بدنا ربع كباية من المي المقطرة، وعشر نقاط من زيت المندرين العطري، وخمس نقاط من زيت الفانيلا العطري، وخمس نقاط من زيت عشب الليمون العطري، وخمس نقاط من زيت حامض الليمون العطري، وبعدين بدنا ملعقتين كبار من عصير الانجاص. أختي في عندها نوع من الشموع والصابون يلي بتحبهم يلي كتير غالين، العطر الخاص فيها هو خليط الفريز والليمون، فأنا عملت لها هالوصفة كرمالة لإلها. إذا بدكن تحضروا هالنوع من الهدايا فيكن تحطوا الخليط بأنين إزاز لونه غامق، وهيك بتحموا العطر من التعرض للضوء. وقت تقرر فئتكن تستعمل الخلطة بيكون العطر قوي مثل ما وقت حضرته أول مرة. هون عندي المي المقطرة وعليها رح أسكب الزيوت العطرية. هيدا المندرين فرح حط عشر نقط منه هلأ، سكبوه على مهلكن. هودي عشر نقط. عم بستعمل هالخليط من روايح الفواكه المندرين، وهلأ رح استعمل الحامض، أي واحد الحامض هيدا هو، لأنه بفتكر أنه ريحة الليمون منعشة وحلوة، وهيك بعدين بنزيد عليها الفانيلا وعشب الليمون. بفتكر أنه خليط بجنن وأنه أختي رح بتحبه. رح حط خمس نقط